إلى سيناء، حيث أصيب 21 فردا من رجال قوات الشرطة التابعين لمديرية أمن شمال سيناء صباح اليوم بشظايا متفرقة في انفجار عبوة ناسفة في طريقهم لقضاء إجازاتهم الشهرية، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج. فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملات المداهمات على أوكار الإرهابيين بسيناء بدعم من القوات المسلحة والمدرعات وطائرات الأباتشي. التفاصيل في سياق التقرير. على وقع الهزائم المتتالية التي أصابت الإرهابيين في شمال سيناء، لجأ الكثير من العناصر التكفيرية إلى وسط وجنوب سيناء هربا من الضربات الجوية المتلاحقة للقوات المسلحة والحملات الأمنية التي أوقعت المئات منهم خلال الأيام الماضية. قوات الجيش تتبعت فلول العناصر الإرهابية الهاربة عبر رصدها بواسطة عناصر الاستخبارات، وتمت مداهمة بؤرة لتلك العناصر في منطقة خريزة بوسط سيناء، ما أسفر عن مقتل الإرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النيران وضبط 13 إرهابيا آخرين، إلى جانب العثور على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل وأجهزة تفجير عن بعد وعدد من الدراجات النارية والسيارات التي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية. تكثيف عمليات القوات المسلحة وامتدادها إلى وسط وجنوب سيناء يأتي بعد تهديد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي باستهداف المناطق السياحية في جنوب سيناء وأهمها مدينة شرم الشيخ، كما أن إحكام السيطرة على منطقة وسط سيناء سيكون عنصرا أساسيا في عمليات تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في 6 أغسطس المقبل، والذي يحمل أهمية كبيرة لمصر والعالم. قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن القوات البحرية أحبطت صباح اليوم محاولة للهجرة غير الشرعية ل78 فردا من جنسيات مختلفة قبل تسللهم إلى السواحل الإيطالية، وذلك أثناء قيام القوات البحرية بأداء واجبها الوطني في تأمين ساحل البحر المتوسط، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. من سيناء أشرف سويلم، أهلا بك يا أشرف. تحياتي دينا، أهلا بك. أهلا بك، وأكيد لديك مزيد من التفاصيل عن عمليات المداهمات وعن عملية استهداف يعني 21 فردا من رجال قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن شمال سيناء صباح اليوم. طبعا دينا، المفروض بعد توجيه ضربة موجعة من قوات مسلحة للعناصر الإرهابية في رفح والشيخ زويد خلال أحداث الأربعاء قبل الماضي، أصبحت خلية تنظيم بيت المقدس في مدينة العريش هي المسؤولة الآن عن تنفيذ الضربات الإرهابية للقوات الشرطة والجيش. خلية مدينة العريش بيقودها كل من الإرهابي محمد شتاوي وأحمد الزوتون وأحمد أقطيفان وإيهاب مصبح وخويطر عبد القادر. 5 قيادات من تنظيم بيت المقدس في العريش، كل قيادة بتقود خلية عنقودية، وقاموا صباح اليوم بزرع عبوة ناسفة لميكروباص شرطة يقل أفراد من الشرطة وتؤمنه في الخلف. يعني تم زرعها في الميكروباص نفسه؟ لا عفوا، زرعها على جانب الطريق، على جانب الطريق بالفعل، وطبعا كان في مدرعة بتؤمن ميكروباص الشرطة، وكان الهدف طبعا هو تفجير العبوة الناسفة في المدرعة في المقام الأول. وطبعا بعد تفجير العبوة الناسفة طبعا الانفجار طال الميكروباص وطال المدرعة وأسفر الانفجار عن إصابة 20 فرد من قوات الشرطة من أفراد الأمن من مديرية أمن شمال سيناء كانوا في طريقهم لقضاء إجازة، وإصابة سائق الميكروباص تم نقلهم. طيب إيه درجات الإصابة؟ إيه درجات الإصابة يا أشرف؟ يعني في الواقع تحدثنا مع العميد محمد عبد المنعم مدير مكتب محافظ شمال سيناء، اكد ان اللواء عبد الفتاح رسول بالفعل قام بزياره سريعه للمصابين في المستشفى العسكري بالعريش، واكد المحافظ ان 7 حالات من المصابين اصابتهم طفيفه وبقيه الحالات بعضهم حالات حرجه وجاري نقلهم الى المستشفى العسكري بالقاهره. طبعا احنا بنتكلم دينا على الوضع في ال3 جبهات اللي احنا عارفينهم. احنا عندنا جبهه العريش، دي جبهة، وفي جبهة رفح والشيخ زويد، وجبهة الحدود مع قطاع غزة دي جبهة لوحدها اللي هي منطقة الأنفاق الحدودية. طبعا جبهة رفح والشيخ زويد تم توجيه ليها ضربات موجعة أسقطت، طبعا سيادة العميد محمد سمير كان أشار في تقرير سابق منذ يومين إلى مقتل 240 من العناصر الإرهابية. وطبعا بعد هذا البيان يعني كان حدثت
القوات المسلحه القوات الجويه وجهت عده ضربات جويه، يمكن القتلى وصلوا الى 300 قتيل. فطبعا في ضربه موجعه للتنظيم واحباط المخطط الخاص كان بالاستيلاء على مدينه الشيخ زويد تزامنا مع قبل افتتاح قناه السويس لافساد الفرحه او افساد الحفل. فطبعا جبهة رفح والشيخ زويد أصبحت ضعيفة الآن بالنسبة لتنظيم بيت المقدس، فأصبحت جبهة العريش هي المسؤولة الآن عن تنفيذ العمليات الإرهابية في الفترة القادمة. طبعا ما سيحدث خلال الفترة القادمة يختلف تماما عما حدث الأربعاء قبل الماضي. أقصد بذلك أن الحدث الجلل اللي كان الأربعاء قبل الماضي لن يتكرر مرة أخرى. التنظيم ليس قوي كما كان في السابق، يعني ربما سيخرج منه أعمال إرهابية فردية. أما جبهة الحدود مع قطاع غزة ودي أخطر جبهة، طبعا قطاع غزة بيمثل عبء خطير على الأمن القومي المصري في توصيل الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في سيناء. وطبعا حركة حماس طبعا تصالحت مع السلفية الجهادية في قطاع غزة الداعمة لداعش اللي هي بتدعم تنظيم بيت المقدس سيناء، فأصبحت طبعا الأمور خطيرة جدا على الوضع في سيناء. لذلك القوات المسلحة والدولة في طريقها لإخلاء المرحلة الثالثة من الحدود لتوسيع المنطقة العازلة ب 500 متر جديدة بعد العيد الفطر المبارك. سيتم إخلاء 500 متر من المساكن، فالدولة هتضع يديها على 1500 متر ليست كافية طبعا، فمطلوب من الدولة إن هي تخلي 5000 متر يعني 5 كيلو على الحدود مع قطاع غزة عشان نضمن تماما الأنفاق الطويلة، لأن حركة حماس. طيب أشرف، يعني أنا يعني تعودنا منك إنك دايما يعني ما بتقولش إلا عن خلفية ومصادر موثوقة، بتتكلم عن ربما نحتاج ان احنا نخلي 5000 متر، هل ده اصبح قرار ولا لسه يعني لم يصبح في صيغه قرار اخلاء 5000 متر؟ لا بالفعل اصبح قرار، يعني معالي رئيس الوزراء ابراهيم محلب، مهندس ابراهيم محلب اصدر قرار بهذا الشان من تقريبا من 3 شهور، اتكلم على اخلاء الحدود بمسافه 5 كيلو متر، لان ده طبعا من مصلحه الامن القومي المصري. ال 5 كيلو متر طبعا ال 1500 متر الاولانيين دول فيهم مساكن، فيهم كتله سكانيه، بعد كده هتبقى مزارع، كلها مزارع، وهتبقى العمليه اسهل. لكن ان احنا لما نخلي 1500 متر فقط لسه في انفاق ورا، لان حماس طورت منظومه الانفاق وصلت ل 3 كيلو متر في العمق المصري، فطبعا الخطوره هتبقى ما زالت قائمه لان الانفاق ما زالت بتمثل خطوره. لذلك بعد عيد الفطر المبارك هيتم اخلاء المرحله الثالثه، وبعدها مباشره هيتم مراحل اخرى حتى نصل لنطاق ال 5 كيلو متر. وطبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد باقامه مدينه جديدة اسمها رفح الجديدة، هتبقى عند منطقة يميت، هتبقى بتراث حضاري كبير جدا يناسب أيضا الحياة البدوية، وهتبقى تعويضا عن أهالي المنطقة اللي أخلوا هذه المنطقة، ده بالإضافة إلى التعويضات اللي تكبدتها الدولة وصلت لأكثر من 600 مليون جنيه، ولسه هتدفع تاني تعويضات للناس اللي هتخلي الحدود. طبعا كل الشكر والتقدير لأهالي المنطقة الحدودية اللي هم أخلوا الحدود طوعية وحبا في الدولة، وتقديرا منهم إن مصلحة الأمن الوطني. أشكرك يا أشرف جدا، أشكرك جدا، أشكرك وضحت الأمور. وأنت لسه معايا ولا خلاص؟ فقدنا الاتصال. أشكرك.